لإطلاع الجيل الجديد على مجالات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها المختلفة، نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم فعالية للأطفال في مكتبة المعرفة العامة لمعرفة تفاصيل الفعاليات المعرفية. ننتقل بكم مشاهدين الكرام إلى هذا التقرير الذي أعده الزميل إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي. مروة وأخوها عبد العزيز قدموا إلى مكتبة المعرفة العامة لحضور فعالية الثورة الصناعية الرابعة والتي نظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، مستهدفة الأطفال من عمر 10 إلى 14. ساعدنا الثورة الصناعية على العديد من الأشياء مثل البحث والترجمة والمواقع الإلكترونية والوصول إلى أهداف معينة. الثورة الصناعية تلعب دور كبير في مجالات مختلفة في حياتنا مثل النواحي العلمية والأدبية والطبية والبحثية، حيث أن العالم حاليا في عصر التطور والتكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا حاليا لا يمكن الاستغناء عنها. عصر ما قبل الثورات والثورات الصناعية وبداياتها ودعم فكر التقنية، إضافة إلى إبراز مجالات الثورة الصناعية الرابعة، مواضيع تعرف عليها الأطفال المشاركون في الفعالية والتي ستستمر لمدة يومين. هذه الورشة اللي تهدف إلى نقل العلم والمعرفة التقنية إلى الأجيال القادمة وغرس هذه المفاهيم، خاصة مفاهيم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد ومجالها في سوق العمل. هذه الورشة تهدف إلى نقل هذه المعلومات بطريقة سلسة وأيضا تجربتها في أرض الواقع وتجربة القطاع التقنية وكيف تتعامل مع هذه الأدوات. الثورة الصناعية تسهل في نقلة التعليم والمجلات وتطوير وتسهيل التعليم. جدير بالذكر أن خطة النشاط الثقافي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تواصل فعالياتها وبرامجها المختلفة طوال العام، مستهدفة جميع شرائح المجتمع، والمكتبة مفتوحة للزوار من مختلف فئاتهم العمرية. سلطنة عمان وبكافة مؤسساتها تعمل جاهدة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، إيمانا منها بأهمية الإسهامات التي ستقدمها هذه التقنيات الحديثة في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم. إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي، مسقط.